أهلا بكم في تلفزيون اليوم السابع وتغطية خاصة جديدة مع حضراتكم شروق وجدي، وهنتابع في هذه التغطية تفاصيل العثور على جثث لشخصين بمحافظة الفيوم. نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم في كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بإحدى الأراضي الزراعية بالفيوم وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة. القصة بدأت بوصول بلاغ لشرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من تاجر فاكهة مقيم بدائرة المركز بأنه حال توجهه لإحدى المزارع بدائرة المركز عثر على جثتين، الأولى لعامل لي معلومات جنائية بها ثلاث طلقات نارية، والثانية لشخص مجهول وبها أثار عيار ناري. بجوارهم عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، اثنين لفافة من البانجو ووزنها 100 جرام، وقطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي واثنين هاتف محمول. تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، وأسفر جهدهم عن تحديد هوية الجثة الثانية، وتبين أنهم لعامل أو أنها لعامل لي معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز. كمان توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعان مقيمان بدائرة المركز. بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم امتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين، وأخبروا بعض الأهالي بمبيت شخصين غرباء بالأرض، فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لاستطلاع الأمر، فشافوا المجني عليهم نايمين وبجوارهم بندقية آلية، فقام أحدهم الاستيلاء عليها. بكده تكون انتهت تغطيتنا الخاصة من تلفزيون اليوم السابع، كنت مع حضراتكم شروق وجدي، شكرا لكم وإلى اللقاء في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة، شكرا لكم.